السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره الذي يسر لنا جميعا الجلوس في هذا المجلس الذي نسأل الله خيره وبركته، نتذاكر فيه شيئا مما ينفعنا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقبل أن أبدأ بما أردت التذكير به، أشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى شيخنا ووالدنا أبا ذر عبد العزيز ابن يحيى البرعي حفظه الله ووفقه وسدده، الذي أتاح هذه الفرصة للتذكير والتناصح في هذه الدار الطيبة العامرة بالخير، وأشكر إخواني جميعا على حسن ظنهم وعلى ما نرى من الترحيب والاستقبال الطيب والبشاشة في الوجوه الكريمة التي ترى فيها السنة والخير، والحمد لله. أيها الإخوة في الله، يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟
هذه الآية آخر آية من سورة الأحقاف، يأمر الله عز وجل فيها نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. بعد أن ذكر الله في هذه السورة شيئا من تكذيب كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم واستهزائهم به وردهم لدعوته، قال الله عز وجل في أوائل هذه السورة: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه. فاتهموه بالسحر وبأنه افترى هذا الوحي الذي يتلوه عليهم. ثم قال الله عز وجل أيضا بعدها بآيات: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. فلما ذكر الله عز وجل هذا التكذيب منهم والاستهزاء، ثم ذكر بعد ذلك بحال أمة مضت من الأمم وهم قوم هود عليه السلام، عاد، وما حصل منهم من التكذيب، ثم ما حصل عليهم من العذاب، ثم ذكر الله عز وجل ما وقع لنفر من الجن من الحال المضادة لحال أولئك الكفار، فذكر استجابة الجن لأول وهلة سمعوا فيها القرآن، وذكر ذاك الكلام العظيم عنهم وأنهم ولوا إلى قومهم منذرين ودعوهم إلى الله: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. الآيات بعد هذا كله قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أمر له ولأتباعه بالصبر، وهو عدة السائرين وعدة الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ومن يقوم بالحق في كل زمان ومكان، يحتاج إلى هذه العدة وإلى هذا الحصن الحصين وهو الصبر. بل ما بلغ من بلغ إلى المراتب العالية إلا بهذه الخصلة العظيمة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فاصبر كما صبر أولو العزم، يعني أصحاب الحزم والقوة من الرسل. وأولو العزم قيل هم جميع الرسل، وتكون من بيانية، أي فاصبر كما صبر أولو العزم الذين هم الرسل. وقيل وهو قول الجمهور إن أولي العزم هم بعض الرسل، والأشهر أنهم برسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. فأمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بهؤلاء الرسل وهو من أولي العزم، لكن لأن التذكير بأحوال من مضى على نفس الطريق مما يثبت الشخص وتقوى به العزائم ويذهب أو يذهب عن الشخص الداعي إلى الله والسائر على طريق الخير، يذهب عنه كثير مما يلقاه من المشاق والعناء والمتاعب إذا تذكر أنه قد سار على هذا الدرب أناس كثيرون من أرباب الهمم العالية والنفوس الزكية. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ومن هؤلاء كما سمعت
نوح عليه السلام، ونوح عليه السلام صبر صبرا عظيما جدا، صبر صبرا عظيما في مدته وفي أنواعه. فأما مدته فهي أطول مدة مما عرفناها مما أخبرنا الله عز وجل عنه. صبر في طريق الدعوة إلى الله 1,050 عاما، صبر عظيم، صبر طويل، صبر جميل، مدة مديدة. وهو على هذه الحال من الصبر على الدعوة إلى الله عز وجل. إننا لنعجب أيها الإخوة إذا قرأنا في تراجم بعض العلماء أن منهم من بقي 70 سنة أو 80 سنة وهو على وتيرة واحدة في الدعوة إلى الله وتعليم الخير للناس وغير ذلك. فكيف إذا كان ذلك أكثر من 70 و70 و70 إلى 1,000 سنة إلا 50 عاما، مدة طويلة. وهو في كل هذا صابر على ما يلقاه في هذا الطريق، بل وصفه الله بما هو أعظم من الصبر وهو الشكر. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فهو صبر طويل في مدته كما سمعت، وصبر عظيم في أنواعه. فصبر على تبليغ الدعوة بأنواع الأساليب وشتى الوسائل. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، فلم يكتفي بالنهار حتى جمع إليه الليل، إلى أن قال الله عز وجل عنه ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ومع هذا كله صبر على ما لقيه من الإعراض الشديد الذي كان عند قومه. قال الله واصفا لذلك من خبر أو من قول نوح عليه السلام وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فانظر إلى هذا الإعراض الذي لو لقيه الواحد منا ربما أصابته عقدة، وربما تحطمت شيء من نفسيته في الدعوة إلى الله. جعلوا أصابعهم في آذانهم، لا يريدون حتى مجرد سماع ما يقول، ومع هذا لم يكتفوا بذلك بل غطوا أنفسهم بثيابهم لكي لا يروه، لا يريدون أن يسمعوا كلامه بل ولا أن يروا صورته. ومع هذا أيضا وأصروا واستكبروا استكبارا. فوق الإعراض استكبار أيضا. وصبر عليه السلام على ما هو أشد من الإعراض وهو الفرار. فبدل أن تكون دعوته لهم مقربة لهم إلى الله إذا بهم يفرون أكثر. فتخيل هذه الحال، أن تأتي لتدعو أناسا فيفرون منك فرارا. قال نوح عليه السلام فيما أخبر الله عنه فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، كلما دعاهم فروا أكثر. فانظر إلى الصبر العظيم الذي صبره. وإذا جمعت إلى هذه الحال المدة الطويلة التي سمعتها قبل تبين لك أي صبر صبره نوح عليه السلام طول هذه المدة. وأكثرهم على هذه الحال فرار، استكبار، إعراض. وفوق هذا وذاك صبر عليه السلام على ما لقيه منهم من الاستهزاء والسخرية وأنواع التهم والتهديدات. قال الله عز وجل كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. قالوا فيه مجنون وزجروه على ما دعاهم إليه. وقال الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله
ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. فقابلوا دعوته بمثل هذا الاستهزاء وهذه التهمة، إنا لنراك في ضلال مبين، إنا لنعتقد لا نشك في ذلك أنك في ضلال، وهذا الضلال ضلال واضح بين لا لبس فيه. وانظر إلى قولهم في ضلال، فجعلوا نوحا عليه السلام كأنه محاط بالضلال من كل مكان، فإن في للظرفية يعني أنت داخل في الضلال، فالضلال محيط بك يا نوح من كل جهة، ليس عندك شيء من الهداية. إنا لنراك في ضلال مبين. فقابل عليه السلام هذا كله بالصبر، بل وتأمل إلى رده العظيم عليهم، قال يا قوم ليس بي ضلالة. أولا تلطف معهم بندائه فقال يا قوم، يا قومي يعني أنتم قومي، ومعلوم محبة شخص الخير لقومه، فأنا أريد لكم الخير، أحب لكم الخير، يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. وقالوا عنه ما أخبر الله عز وجل به في سورة هود، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ما اتبعك إلا الأراذل، ما اتبعك إلا الناس المساكين الضعاف، ومع هذا هو مجرد بادي الرأي، ما فكروا، لو أعملوا عقولهم قليلا لما اتبعوك، لكن جئتهم هكذا فاتبعوك دون أدنى تفكير، بادي الرأي. انظر إلى هذه السخرية وإلى هذا الاستهزاء الذي وصلوا إليه، ثم قالوا بل نظنكم كاذبين. وهكذا قالوا له يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، لا نريد جدالا فوق هذا، لا نريد أن نسمع منك شيئا، هات العذاب الذي تتوعدنا به من زمان، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وهكذا أخبر الله عز وجل أنهم إلى آخر لحظة قبل العذاب وهم يسخرون به لما كان يصلح السفينة، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. فمع هذا كان عليه السلام صابرا على ذلك، وتهددوه بالرجم لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. كل هذا أيها الإخوة ونوح عليه السلام في صبر عظيم عليهم، فماذا كانت ثمرة دعوته بعد تلك المدة كلها؟ قال الله وما آمن معه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل، وهو صابر صبرا عظيما تلك المدة كلها. الواحد منا قد يعينه على الصبر أن يرى الثمار، ثمار دعوته، فيرى الاستجابة ويرى الخير ويرى إقبال الناس، فيعينه ذلك على الاستمرار في الدعوة. وربما إذا لم يجد ثمرة السنة الأولى، الثانية، العاشرة، الخامسة عشرة، أصابه شيء من الخور والضعف، وربما أراد أن يترك أو يتحول. ونوح عليه السلام هذه المدة كلها، هذه المدة كلها وهو صابر بل شاكر لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول له في آخر المطاف لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وهؤلاء الذين آمنوا وما آمن معه إلا قليل. وصبر عليه السلام على شيء من قضاء الله وقدره تتألم له النفوس، لكنه صبر،
صبر وهو يرى هلاك ابنه مع الهالكين، وتأدب مع ربه غاية الأدب، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. قال الله: وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وأنت تعلم عاطفة الأب تجاه ابنه، وكيف يجد في قلبه حسرة إذا لم يكن ولده مستجيبا له، فكيف إذا رآه قد تحقق هلاكه. ومع هذا كان نوح عليه السلام لا يزال في قلبه بصيص أمل، إذ أن الله وعده بنجاة أهله، فظن أن ولده هذا ممن يدخل في ذلك الوعد، فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. ومع ذلك انظر إلى أدبه إذ قال: وأنت أحكم الحاكمين، ولم يقل في هذا الموضع أرحم الراحمين، وإنما قال أحكم الحاكمين، يعني حتى وإن هلك فذلك من حكمتك تبارك اسمك. نعم، وأنت أحكم الحاكمين. فقال الله له: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فقال مباشرة: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. في هذا الموضع بعد هذا الجهاد كله، وبعد هذا الصبر العظيم والمسيرة الطويلة في الدعوة إلى الله، لم يجد إلا أن يتذلل لله ويخضع له، ولم يبرز هنا ما تقدم معه من الأعمال، فلم يقل: يا رب أنا الذي فعلت كذا، وأنا الذي صبرت هذه المدة كلها فيك وفي سبيلك، وإنما قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فهذا شيء من صبر هذا الرسول العظيم الذي هو من أولي العزم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وثانيهم إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وصبره أيضا من أعظم الصبر في مجالات شتى، فهو دروس عظيمة يستفيدها الداعي إلى الله والمسلم بشكل عام في حياته حتى يتوفاه الله. صبر عليه الصلاة والسلام على دعوة قومه ومناظرتهم ومناقشتهم بشتى الأساليب. قال الله عز وجل: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. الآيات وفيها أنه كسر الأصنام، ثم هم تساءلوا بينهم: من فعل هذا بآلهتنا؟ ثم قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. ثم جرت بينه وبينهم تلك المناظرة التي ذكرها الله عز وجل في سورة الأنبياء، وهكذا أيضا في موقف آخر ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام، لما أن خرج معهم فلما رأى كوكبا قال: هذا ربي، فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. يريد أن يبين لهم بطلان ما هم عليه من عبادة هذه الكواكب التي تغيب أحيانا وتظهر أحيانا، فتختفي في وقت قد يحتاجها عابدها، والعبد ينبغي ألا يعبد إلا من لا يغيب عنه، فإنه قد يحتاج في أي ساعة من الساعات، فجعل يحاجهم ويناظرهم بهذه الطريقة. قال: هذا ربي، فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي، فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. وهذا تعريض بضلالهم،
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان الآيات. قال الله بعدها وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. وهكذا أيضا ذكر الله شيئا من مناقشته معهم في سورة الصافات، فهذا نوع من أنواع صبره. ومن صبره عليه السلام أنه صبر على الاستجابة لأمر الله في مواقف عصيبة، فصبر على ترك زوجه وولدها في مكان قفر في واد غير ذي زرع بأمر الله جل جلاله، فوضعهم ووضع عندهم شيئا من التمر ومن الماء، ثم مشى فقالت له هاجر إلى من تتركنا إلى من تدعنا، فلم يرد عليها، ثم قالت له الله أمرك بهذا، كما في البخاري عن ابن عباس، فوقف ولم يلتفت وقال نعم، أي الله أمرني بهذا. قالت إذن لا يضيعنا. الشاهد أن هذا موقف من مواقف صبره. قال بعض أهل العلم عند قوله ولم يلتفت، لم يلتفت لكي لا يأخذه شيء من عاطفة الأبوة، وهذا كله من عظيم استجابته لأمر الله وصبره على امتثال ذلك. فتركهم ثم دعا ربه، رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، إلى آخر الدعاء الذي ذكره الله عز وجل في سورة إبراهيم. وصبر عليه السلام على ذبح ولده لما أمره الله بذلك في وقت تتعلق فيه عاطفة الأب بابنه أكثر وأكثر، يتعلق قلب الأب بابنه في ذلك الوقت. فلما بلغ معه السعي صار في حال يستطيع أن ينفعه، يستطيع أن يتعاون معه بشيء، يستطيع أن يعمل معه. فلما بلغ معه السعي أي العمل قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فانظر ماذا ترى يعني انظر نفسك، استجب لأمر ربك، أما أنا فسأنفذ ما أمرني الله به. ليس هذا على سبيل الاستشارة لإسماعيل عليه السلام، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إنا نراك من المحسنين. الشاهد أيها الإخوة أن هذا أيضا موقف من مواقف صبره عليه السلام، صبر على أمور كثيرة. قال الله عز وجل في حال إبراهيم في صبره وجهاده واستجابته لأمر الله وإبراهيم الذي وفى، وفى ما أمره الله عز وجل به من كل جانب، ولهذا جعله الله إماما للحنفاء وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتبع سبيله، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وثالث أولي العزم من الرسل الذين أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصبر كصبرهم في قوله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، موسى عليه السلام كليم الرحمن، هذا النبي الذي إذا أردت أن تعرف مدى صبره فتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام وقد أوذي في موقف من المواقف كما في الصحيحين عن ابن مسعود يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. صبر عليه السلام على أعدائه وصبر على أصحابه، صبر على فرعون وتلطف معه وألان له القول استجابة لأمر الله فقولا له قولا لينا، وفرعون هو فرعون كما تعلمون، ومع هذا تلطف معه
وصبر على استهزائه به وتهكمه بشأنه، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ ولما قال له فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فقال فرعون لمن حوله ألا تستمعون، يستهزئ به كأنه يقول لمن حوله انظروا إلى هذا الذي يزعم أنه رسول، ما الذي يتكلم به؟ أهذا كلام يقوله العقلاء؟ ألا تستمعون ما يقول هذا؟ فصبر موسى عليه السلام على ذلك ولم يلتفت إلى هذا الاستهزاء ويقابله بالمثل، بل أتاه بحجة أخرى وقال ربكم ورب آبائكم الأولين. فاستهزأ فرعون مرة أخرى وقال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، فلم يلتفت موسى إلى هذا الاستهزاء، بل بقي على ما هو عليه من الإدلاء بالحجج وعدم الالتفات إلى مثل هذا الكلام، وقال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فقال موسى أولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين. الآيات. وهكذا في مواقف كثيرة، ومنها أيضا قول فرعون لمن حوله أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. يقول عن موسى عليه السلام إنه مهين، إنه إنسان هين لا قيمة له، ومع ذلك أيضا لا يكاد يبين، لا يستطيع أن يفصح بما يريده لما كان في لسانه من العقدة أو من العقد. الشاهد أن موسى عليه السلام صبر على فرعون وما حصل منه من الاستهزاء والتهديد والوعيد وغير ذلك، وصبر أيضا على أصحابه، صبر على قومه، على بني إسرائيل أعظم الصبر، كم أتعبوه، كم عانى معهم. لخص عليه السلام هذه الأحداث التي حصلت له مع بني إسرائيل في قوله لنبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، كما في البخاري عن مالك بن صعصعة: إني قد بلوت بني إسرائيل وعالجتهم أشد المعالجة، عالجتهم أشد المعالجة. فتأمل كم صبر عليهم، كلما أمرهم بشيء أو كثيرا ما يأمرهم بالشيء فيعاندون أو يراوغون أو يحاولون أن يتملصوا منه، كم أتعبوه بكلمة لن. قال ابن الجوزي رحمه الله: كم أن موسى من لن، كم أن موسى من لن، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، لن نصبر على طعام واحد، لن ندخلها حتى يخرجوا منها، لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، لن لن لن. وهو صابر عليه السلام عليهم، صابر عليهم. تخيل هذا الموقف، يأتون إلى موسى وقد قتل منهم قتيل فيريدون أن يعرفوا من القاتل، فيقول لهم موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. تريدون أن تعرفوا القاتل؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ما قال اذبحوا بقرة، أسند الأمر إلى الله أن الله هو الذي أمر وأكده بإن، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا، أتتخذنا هزوا. يعني هل تظن أن موسى عليه السلام يستهزئ ويمزح في هذا الموقف؟ هناك قتيل يريدون أن يعرفوا من قاتله وهم يقولون له: أتتخذنا هزوا؟ فقال عليه السلام: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فلم يستجيبوا، بل شددوا وتعنتوا: ما هي، ما لونها، ما هي، إن البقرة تشابه علينا. حتى قال الله عز وجل في آخر هذه القصة: فذبحوها وما كادوا يفعلون. وموسى عليه السلام صابر عليهم. في موقف آخر لما أن أنجاهم الله سبحانه وتعالى
وتخيل معي هذا الموقف، رأوا بأم أعينهم هلاك فرعون وجنوده، ورأوا الآية العظيمة، رأوا انفلاق البحر حتى صار 12 طريقا، كل فرق كالطود العظيم يمشون، وعن أيمانهم وشمائلهم جبال من المياه قد أوقفها الله سبحانه وتعالى، ويمشون في يبس. آية عظيمة وعظيمة جدا. قال الله عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحان الله، رأوا هلاك المشركين بأم أعينهم، ورأوا تلك الآيات العظيمة وكيف أنقذهم الله في ذاك الموقف الحرج الذي قد كانوا قالوا فيه إنا لمدركون، فأنقذهم الله عز وجل. ومع هذا بهذه السرعة، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا، أتى الله بالفاء التي تدل على التعقيب دون تراخي، دون تراخي، لم يكن هناك مدة زمنية طويلة بين أن جاوزوا البحر وبين أن أتوا على هؤلاء القوم المشركين الذين طلبوا كطلبهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فصبر موسى عليه السلام عليهم وجعل يذكرهم، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. انظر إلى هذا الصبر، انظر إلى هذا الصبر العظيم الذي صبره موسى عليه السلام. وهكذا في مواقف كثيرة، وقصته عليه السلام أكثر الله عز وجل من ذكرها في القرآن لما فيها من العظات والعبر. ورابع أولئك الرسل الذين أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصبر كصبرهم في قوله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، هو عيسى عليه السلام. وهذا النبي الكريم لم يذكر الله عز وجل لنا كثيرا من مواقف صبره في كتابه، ولكن يكفي أن تعلم أنه صبر على أمرين عظيمين، أولهما اتهام أمه بالفاحشة، فهو ولد من غير أب، وكان ولا شك يسمع الناس الكفار يتذاكرون هذا ويعيرونه بذلك، فاليهود يتهمون مريم عليه السلام بما برأها الله سبحانه وتعالى منه، فصبره على ذلك صبر عظيم. ثم صبره على إرادتهم قتله حتى انتشله الله عز وجل من بينهم ورفعه إلى السماء حيا، فهذا أيضا موقف عظيم من مواقف صبره عليه السلام. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاستجاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الأمر الرباني فصبر صبرا عظيما لم يصبره من قبله في جميع المجالات. ومن تأمل صبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجد أنه فاق فيه من قبله، ولن يأتي بعده من يفعل مثله. صبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أنواع الأقدار المؤلمة، وصبر على تبليغ دين الله، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المرض، فكان يصاب بالأمراض العظيمة الشديدة، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيحين: دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوعك وعكا شديدا، فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، قال إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. فصبر عليه الصلاة والسلام على المرض الذي كان يصيبه بين الحين والآخر. وصبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قلة ذات اليد وعلى التقلل من الدنيا، بل صبر على الجوع، فكان عليه الصلاة والسلام ربما يعرف أصحابه فيه أثر الجوع، إما من منظره أو من ضعف صوته، يصل إلى مستوى
أن يعرف فيه الجوع من منظره، من رآه صلى الله عليه وسلم عرف أنه جائع، ومن سمعه عرف أنه جائع لضعف صوته، بل ربط على بطنه حجرين حين كان أصحابه يربطون على بطونهم حجرا حجرا. فمن منا قد بلغ إلى مثل هذه الحال أو صبر مثل هذا الصبر؟ وكان عليه الصلاة والسلام يعيش في بيت أو في بيوت صغيرة لاطئة، كان ربما صلى في بيت عائشة فيحتاج إذا سجد أن يغمزها لكي تقبض رجليها. وصبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إيذاء الأعداء بشتى أصنافهم، فصبر على أذى كفار قريش، فكم آذوه وأتعبوه في مكة حتى وضعوا سل الجزور على رقبته الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحتى هموا به مرة ليضربوه لولا أن دافع عنه أبو بكر رضي الله عنه كما في الصحيح، وجعل يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ بل كان هذا الأذى يحصل له من الأقربين، فكان يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وعمه يتبعه يرميه بالحجارة حتى أدمى كعبيه وعرقوبيه، ويقول: يا أيها الناس لا تصدقوه فإنه كاذب فإنه كاذب. ومع هذا فهو عليه الصلاة والسلام صابر على هذا كله، وصبر على أنواع التهم التي اتهموه بها، فاتهموه بأنه ساحر وبأنه شاعر وبأنه كاهن وبأنه مجنون وبأنه كذاب أشر إلى غير ذلك، ومع هذا كله كان عليه الصلاة والسلام صابرا عليهم، بل كان يقول في بعض المواقف: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وصلوا في بعض الحالات إلى أن أدموا رأسه، شجوا رأسه، ودخلت حلقتان من حلق المظفر في وجنته الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكسرت رباعيته، وهموا بقتله لولا أن الله حماه منهم، وهو في كل ذلك صابر. صبر على فقد أحبابه وأصحابه، يرى أصحابه يقتلون بين يديه، يقتل الأول والثاني والثالث، بل في موقف واحد وهو في غزوة أحد يقتل 70 من أصحابه، منهم حبيبه وعمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، وهو عليه الصلاة والسلام صابر على هذا، بل صبر على موت أبنائه، صبر على موت أبنائه، فجميع أبنائه وبناته ماتوا في حياته عليه الصلاة والسلام إلا فاطمة، ولسان حاله بل وقاله في بعض الأحيان: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فهو وإن حزن وإن دمعت عينه إلا أنه يقول: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. كل هذا من صبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصبر عليه الصلاة والسلام على أذى اليهود الذين حاولوا قتله أكثر من مرة، فذات مرة سموه، جعلوا له السم في لحم الشاة ودعوه إليها، ولا زال أثر ذلك السم يعاوده بين الحين والآخر إلى ساعة موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسحره رجل منهم حتى بقي شهرا كاملا يعاني من أثر هذا السحر، ولما شفاه الله سبحانه وتعالى لم يتعرض للذي سحره خشي أن يثير على الناس شرا. وهكذا أيضا صبر على أذى المنافقين، فكم آذاه عبد الله بن أبي وأصحابه بأنواع الأذى، ربما واجهوه بالأذى في وجهه. فعبد الله بن أبي في موقف من المواقف يمر النبي عليه الصلاة والسلام من جانبه فيقول له: يا هذا لا تغبر علينا بحمارك، لقد آذانا نتن حمارك، اجلس في مجلسك ومن أراد أن يأتيك أتاك، ولا تغشنا في مجالسنا. ويقول في موقف آخر يقول لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ويقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل،
يعني أنه هو الأعز وأصحابه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه هم الأذلاء، وكذب عدو الله. ولكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبر على هذا كله، بل طعن في عرضه من قبل المنافقين، وبقي عليه الصلاة والسلام شهرا وأكثر من الشهر لم يوحى إليه في شأن تلك القضية بشيء، فكان مغموما غما عظيما. تخيل أن يطعن في أهلك وفي زوجتك وأنت لا تدري أهي بريئة أم غير بريئة، ويبقى النبي عليه الصلاة والسلام تلك المدة كلها وهو صابر، حتى أنزل الله براءة زوجه عائشة رضي الله عنها من فوق سبع سماوات، ففرح عليه الصلاة والسلام بذلك فرحا عظيما. والمقصود أنه صبر على إيذاء هؤلاء الأعداء، وصبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما كان يلقاه من جفاء الجهال والأعراب الذين ربما يأتي أحدهم ويرمي بالكلمة في وجه النبي عليه الصلاة والسلام لا يحسب لها حسابها، والنبي عليه الصلاة والسلام يصبر عليه. ففي موقف من المواقف مشهور معروف، يأتيه الأعرابي ويجبذه من خلفه ويقول: يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك. فآذاه بهذه الكلمة، وآذاه أيضا بهذه الجبدة التي جبله، حتى أثرت حاشية الرداء على عاتقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع هذا التفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. وفي موقف آخر يأتيه رجل ليسأله شيئا، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: لا أجد ما أعطيك. فينصرف مغضبا ويقول: والله إنك لتعطي من تشاء وتدع من تشاء. فيقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: يلومني ألا أجد ما أعطيه، يلومني أني لا أجد ما أعطيه. ولم يزد عليه الصلاة والسلام على ذلك. وفي موقف آخر يشتري من أعرابي جزورا أو جزائر بوسق من تمر الذخيرة، وعده أن يعطيه إذا وصلوا إلى المدينة. فلما وصلوا لم يجد ذلك التمر في البيت، فجاء إلى الأعرابي وقال: يا أعرابي، إن ابتعنا منك جزورا أو جزائر بوسق من تمر الذخيرة وكنت أظن أنه عندنا في البيت فلم أجده. فصاح الأعرابي وغدراه يقول هذا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد عن عائشة. فنهمه الناس وقالوا: قاتلك الله، أيغدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم عاد إليه يفهمه، فلم يفهم، بل صاح الثانية وغدراه. فنهمه الناس وقالوا: قاتلك الله، أيغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم جعل يفهمه الثالثة فلم يفهم. فلما رأى أنه لم يفهم عنه، أمر أحد أصحابه أن يذهب إلى امرأة ويوفيه حقه. ثم بعد ذلك مر الأعرابي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أعرابي، أوفيناك؟ قال: نعم، جزاك الله خيرا، لقد أوفيت وأطيبت. فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك خيار عباد الله، الموفون المطيبون أو المطيبون. فانظر إلى هذا الصبر وإلى هذا الحلم العظيم منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمقصود أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام امتثل أمر الله عز وجل له في قوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فصبر صبرا عظيما كان فيه قدوة لنا وأسوة حسنة. فينبغي لنا يا عباد الله أن نحرص على هذه الخصلة العظيمة والصفة الكريمة وهي الصبر. نصبر في جميع أمورنا، فجميع أمورك يا عبد الله تحتاج إلى صبر، فإنك في الدنيا ولست في جنة الخلد حتى تأتيك أمورك على السهولة دون أن تصبر عليها. إذا كانت الدنيا مع حقارتها لا تنال إلا بالصبر، فكيف بالمراتب العالية، وكيف بالجنان، وكيف بالمراتب الشريفة كطلب العلم والدعوة إلى الله وغير ذلك. لا شك أن هذا كله يحتاج إلى صبر. طلب العلم يحتاج إلى صبر ومجاهدة.
في الحفظ، في المراجعة، في حضور الدروس، في مطاردة الكسل، وفي مجاهدة النفس. على ذلك الدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر في فعلها وفيما يلقاه الإنسان من الأعداء ومن بعض أصحابه وأحبابه من الأخلاق التي قد يلقاها بين الحين والآخر إذا خرجوا دعوة أو إذا كانوا في مجمع كهذا. فأنت محتاج إلى الصبر على أصحابك قبل خصومك وأعدائك، والعمل بالعلم يحتاج إلى صبر ومجاهدة عظيمة، فعل الطاعات، اجتناب الخطيئات، كل ذلك يحتاج إلى صبر. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، اصبر لحكم ربك الكوني والديني، اصبر لأقدار الله المؤلمة، واصبر لأحكام الله الشرعية بفعل الأوامر واجتناب النواهي، فإنك بأعيننا. وما دمت بعين الله فلن يضرك حقد حاقد ولا كيد كائد، كلا ولا مكر ماكر ولا تآمر متآمر. الصبر أيها الإخوة سلاح عظيم وعطاء رباني، من حرص عليه أعانه الله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله. من تكلف الصبر واستعان بالله عليه فإن الله يعينه حتى يصير ذلك من صفته. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نفعني الله وإياكم بما قلناه وسمعتم، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، جزاكم الله خيرا.